فهل ان شاء الله ما عليك اتصل فيك وسكر لا يفويه سكر لا يفويه الكلب انت عدو انت ماربيه انت عدو انت وياهم ذيل العدوان ذيل انا بنتو مسلمين انتو ما مسلمين انتو كفار كفار الكافر ما يسوي كذا بعد اخوه المسلم اكذا كذا تسوي فيه كيف تلبقوا في الخوص انا مضول انه تعبان عليه انتو عدوان نعم عدوان ما وادم ما في ادب يا مرابعكم انا انتو انتو ما تريبعوا انتو تريبعوا انتو انتو ما تريبعوا خلنا اشوف واحد منكم ناخذ ذيك المزرعه ما عليكم ان شاء الله انتو وياهم ذيلي انتو كلاب ما وادم كلاب ما استحي الله ثم عليك اليوم قبول شو مسوي من البلاء احنا بيني وبينك امس ابراهيم سال المزرعه حرق عليكم الخوص انت مقللني انت مقللني لا تيجي تسوي بيني وبين اخو مشاكل والمدبل معصب وهذه المزرعه اظني مالي اروح وماليك شيء انت منها نعم لي ليش مالي وماليك كلمه فيها لي كلمه نعم انزين باخي تصير لين اخوك وتخاطر ليك بياض الويك قول عمرك قول له هذا الجماعه سووا شيء بدون قصد بياض الويك عيب نسي صم مزرعة نعم بس سير ليك بياض الويك طال عمرك جزاك الله خير يوم اللي علشان خوص وعلشان قبل لا سير ايوه تبغى انا اسد ليك الحية ها تراني اي متعني اني باك تسد الحية زين ابى شوية بهنسه ايه يعني ما تسوي شيء لو زين لا ما اسوي شيء تابع على نفس اخوك مرة موتي انا اخوي اشد عنه بعد تبغى انا اسد ليك الحية 5 ريالات ما تبغاها نجيبها لا خبك بس طاحت المسألة بس 5 يكفلنا بس مرة نعتمد ما يروغنا من المزرعة ما يقدر يروقف وإذا راغنا تعال الموضوع عندك الموضوع عندي إن شاء الله ليك بياض الويه بس ما يطردنا ما يطرد وما يشتكي علينا ما يشتكي ليك بياض الويه تعال المزرعة ما لي روح كيف يشتكي أيوة. علينا ليك بياض الويه بس خلاص الموضوع قال هي عندك مرة عندي خلاص بس أنت اترك المسألة علي أنا بس الحية عندي أنا بس خلاص وش الحية عندك أمس أمس حرقونا بس الحية عندي خلاص كيف الحية عندك أمس أمس أنا مكون خوص مع الحية عندي خلاص بس ما تقول لهم شيء خلاص أنا واقف بس كيف ما أقول لهم شيء يا ولد بقى يحرقونا خمسة وبقى يحرقونا الحية عندي أقول لهم المزرعة مالي تروح أنت ما لا يروح أنا وأخوي فاهم سهل خلاص أنا كلنا المزرعة ليه كل أنت كيف أغلبكوا فينا بقى أغلبكوا فينا أنت وين عنهم بس خلاص محلولة خميس سائل انتي بولي لا ما يا بينا تحكمون هذا بربا يحكم شو وياه فارين بن يحكم بعد بتروحوا ورانا وراكم كيف انا ما لاقي النص بتاخذ ضاحيه لكن نص انت لك النص حرقونا على بقفينه خلاص من مقيم هالمزرعه من مقيم هذا الشيطان حضر علينا احنا الشيطان الشيطان خبر قول الشيطان حضر علينا انا مسمبر الخوص حضر بس الخوص وش ثوابك انا مضول الخوص بقى هذا وش قال وش قال كيف انت وانا شايف لنا الفيديو وش والله انا فيديو تدور ولاعه بس خلاص تخلوا يلبق لنا في الخوص انت ما قلت مش تدور ولا وانت اي شيء ينقال لك مرات سيده انا داخل مثلا خلاص بامر منتي دخل في الحيه قال لو لبقوا فينا ولا احترق احترق المزرعه علي انا لي انا وياك جاي يا ابوي احنا ما قلنا المزرعه علينا منين احنا لكن هذا اللي يلبقوا فينا مره يكسروا مع الشكل مره يطيح الخوص ملح الخوص انت الخوص تعبان علينا الخوص ولي ولي الخوص كان يتسوق انت كان يتسوق ولي ولي على الخوص حسب حرق شيء غير ما الربيع الربيع اهم شيء الخوص بيتعوض لك المساله علي انا بس انا زي ما عملت أيوة. بعد مزرعتكم الحمد لله يوم سلمتنا انت لو تموت كان فكر على شوي هم 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 على شوي عشان هالخوص الشيء اللي يسويه كل مره مره يلبق في الخوص مره يكب علينا مالك انت بالريال يموت على شان ويش على شان حراق خوص الخوص تعبان عليه يا ولد حلال ما تسوي شيء باقي الا هذا الخوص نقران كم سنه طايح حرق لبق في خير ان شاء الله شبوا شيء كم سنه انا ما انا ملاطنا الخوص انا بغازفنا الخوص بغازفنا انت ما تعرف شيء عن المزرعه انت راقد متحوط في البيت وانا انا قايم من حلالي نعم بروح كم بروح علشان وجه بروح كيف يا مال لك انت لنا كلنا انت الضحيه لنا كلنا كان يتقيم هذا المزرعه مدرينها علي انا المزرعه تو يوم يا هذول يا مره يحرقوا مره يعقدان مره تتوال عنهم انا يوم جيتك داخل مثل الجماعه قلت لي قوم اطلع من الضاحيه تعال لي في مساله وفعلك أيوة. طيب اما في المساله هذا ما مره ما اقبل وش فعلك طيب تقول لي قوم اطلع من الضاحيه فعلك طيب تون المزرعه مسجله باسمه ولا باسمكم كلكم لان كلنا الضاحيه كل المزرعه علينا كلنا لكن يلبقوا فينا مره يحرقونا مره ما اعرف وش زيت روغه بروغه كما بروغه هذا ما يعرف جاي عن مزرعه فهد مزرعه انا جاي
ما تعرف شيء انت مقيل تحوط سمعت راغنا؟ راغنا من المزرعة. راغنا من المزرعة مشكورين. لا 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 هاي كدار لا اتروق الجماعة مشكورين. انا ما ارضى كيف يا جماعة جايبين ما نتروقهم من الضاحية على التنويه. بمر من تجيبهم انت من زمان ما جيت المزرعة. بس اقول لك انا داخل الحية خلاص بس ما يحتاج. بس نسيت. لا تروق الجماعة هذه كدار. لا 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 من يقول؟ هذا يا ابوي ما يصير يا بعض ما يصير يا بعض. انا جايبهم روحي ليش تروقهم من الضاحية؟ انا جايبهم روحي. قلت لك انا جاي اسجل الحيه انت تقول لي قم طلعوا من الظاهر اي نعم طلعوا اما انا هذا اللي ما بخل هذا اللي يقول انا لو ما انت جايب وياهم كان باكر صابك جاي عليهم جاي بنهم روحي خمس احنا احنا بنترخص احنا بنترخص احنا بس بمر انت مزرعتي هذه زاك 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 الله خير رغتونا من المزرعه تعال ها تعال تعال ما تحرك بس خله ما يتحرك وكما ما يتحرك كما بس خلاص انت خلي الحيه علي انا بس حيت وش عليك انت يا ابوي انت ما تندل عن الدنيا يا عن وش انت ولا ما عندل عن عن وش عن وش 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 مسوين هذا خبر حارق المنبقين قبل كم البارحه حارقينه ذيك اليوم عاقين السبله خوص 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 واللي انا حسبته غير حارقين معرس حارقين ايش تقول لي خوص وين وانا بتريح من اللي حرقون معرس ان شاء الله يمكن يمكن قال المحاسب المعرس انا لابق ما احسب خوص نخران كم سنه طايح لك طويل وتحت الغيلان ايه وتروق الناس قوموا طلعوا والله من 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 نسير 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 لا يرسوا ها يرسوا يا ابوي خلهم يسيروا ما يسيروا خلهم يسيروا انا جايبهم ليش يسيروا انت ليش ترخصوا مني انا كيف ترخصوا منك المزرعه انا قايم فيها يلا برا وش مسوي انت اخبار هذا ترانا خلاص قلنا لك هذيل الجماعه انا ما اقناهم داخل المزرعه ليش تطردنا وهو موجود؟ بطردك ما بطردك لا 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 يا جماعة ما خليك تحرقنا تلفون كل يوم بيو الجماعة كل يوم بيو بمر من يجو كل يوم بمر أنا بمر أنا أنت من؟ أنا خميس بن سيف ولا النص هاي المزرعة أنت عليك النص عيا اللي يلعبوا فينا شاعة بعض ذيله حد مرة يحرقونا مرة ما أعرف وش إبراهيم كل يوم بيو كل يوم بيو كل يوم وإذا عندك خبر تو تخابر ولا عندك مراجعة راجعني أنا قول لي قول لي إذا طردنا إياك مرة ثانية ها إذا طردنا إياك ما يروم يطردكم كل يوم تعالوا كل يوم تعالوا كل يوم كل يوم تعالوا جزاك الله خير يا أبوي أنا أشتغل هنا أنا إذا أشتغل هذا ليل وش يدور وش تشتغل أنت وش يدور وش تشتغل زين خبرني وش تشتغل وش من شغل أشوف الظاهر اللي يابسان ما مسوي فيها شيء وش تشتغل خبرني يوم تقول والله أنا أشتغل يوم يدخل منها مرة ردود يعطيك مين؟ ولا شوف تكة حمراء تكة تكة تقولك المزرعة يا رشا تقول وش يدخل منها؟ لا تدخل منها يا ابوي المزرعة كوزي تو جايبين بيبات تو بعدنا منزلين بيبات تو نبي نزرع ما زرع وبمر من بمر من؟ بمر من شاور؟ ما شاورني حتى ولا قال لي انا بجيب بيبات ولا قال لي شيء ما حاسب لك حساب ما حاسب لك انا بجيب بيبات لوش انا كنت مسؤول مزرعة لا والله وانا ما عندي خبر لا والله هو خميس بن سيف اخوه ما لا لك انت لي انا بي ابعد ما يا ابوي عرفنا ان المزرعة مالنا ومالك تلعب فيها روحك تلعب فيها روحك وش العب ملعب كورة انا مسوينها ملعب كورة ترى ازرعها قيمة انا وانا ودي ان ما اعطيك اشوف لك يا ما اللي يقول يعطيك او انه يعطيك ابو راشد ابو راشد ظهروا خلاص ما محسوب لك حساب ما محسوب لك يسوي شيء الا من راسه من وين؟ يسوي كم سنه ما اعطاني بيته يسوي كل شيء من راسه بس اللي بسويه روحه سواه انا بس خلاص ما لي شغل سمنديقه واقف سمنديقه تسوي مشاكل بيننا انا واخوي لا تسوي ما لي شغل ايوه وين يقر هو ما يقر هو زين شاوره اتصل فيه ما لك انا تسالي النقطه نعم بمر مني انا يحش بمرك انت؟ اي نعم لا انا قايل ليه انت قايل ليه اي نعم يا بس خلاص عيل الضاحيه بس ليك انت وياه بس لا انا لا دام انا قلت ليه حش كلام من كلامي انا كيف فهمت انت اي بس تملك انت وياه الضاحيه بس انا ما لي شغل ما لي شغل ليش شغل لكن انا ما ترى لا ما لي شغل عيل ترى هو ليش شغل يدخلكم تونا ترى في المزرعه بس وحده بوحده دام هو ليه انا لي في المزرعه ترى هذا حلال تخلى الناس حلالك عيل مدعزين يدخلوا هذاك يحش هاي لا بيدخل وقت كل يوم حش يحش كل يوم بيو كل يوم مره اي وقت يحش يحش بشوف انا كل يوم بشوف انا انت من والله ما نزل والله اللي شل الحش تعال وتف تعال خلي الناس لك حقه وتعال وتف وتف جبل كل حشيشك هذا ما جبل خل الخبيث خل حشيشك خل جبل حسن انا وش كان انا ما يشيل ما يشيل خله شل حشيشك شل حشيشك
شل حكيتك يا ابوي، شل حكيتك يا ابوي، يا ابوي يا ابوي.